السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بي في هذا الفيديو الجديد. ريحت لك شدو شدو فانت شوف اش هنا اشي هاو دود هذا هاو شي ريح هاو 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 كاين غل هاو شي دود شي ولا مستيش شي. هذه واحد 3 أيام انتشر واحد الفيديو خطير جدا ومقزز في نفس الوقت. فيديو كتظهر فيه واحد الشابة كتغوت على صاحب مطعم معروف بمدينة سطات، كتغوت عليه حيت قدم ليها وجبة ديال الدجاج فيها الدود. السيدة كتغوت تتقول له عطيتيني الطاجين في الأول قلت لك راه قديم ودابا عطيني الدجاج فيه الدود. يعني هاد السيد عنده كل شيء قديم، كل شيء منتهي الصلاحية ديالو، غير جالس وكيعطي العباد الله ياكلو. اللي ما ردش البال راه مسكين كياكل وهو وزهرو، يا اما يوقع ليه تسمم او لا كيجيه الوجع ويصبر. واللي فايق وعايق بحال هاد الشابه راه اكيد كيلقى شي حاجه ماشي هي هذيك، كينوض كيحيح، يا اما ما غاديش يخلص داك الطبق ويمشي في حالاته، او لا يقرب لها على مول السناك ويفضحو كما دارت هاد الشابه. صورات الدود ونشرت الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وطالبات من الناس باش ترد البال، وفعلا السلطات راه وصلها الفيديو وقاموا بالاجراءات اللازمه. المهم من انتشر الفيديو على نطاق واسع لقى واحد الاستنكار كبير من طرف المغاربه اللي رفضوا بحال هذا الاهمال واللامبالاه بالصحه ديال المستهلك المغربي. من بعد هاد البنت اللي صورت الفيديو اللي سميتها سلمى مشات للمركز الصحي باش تعمل واحد الشهاده طبيه بسبب داك الاكل اللي كلاتو فيه الدود باش توضع شكايه بمول السناك. هنا كتفاجئ بالطاقم الطبي ديال المستشفى كيحتفظوا بها وكيعيطوا على الامن باش يجيو ياخذوها باش يستمعوا ليها وياخذوا الاقوال ديالها بخصوص ديك الواقعه اللي صورتها باحد السناكات المعروفه بسطات. وهنا ظهرت الاخت ديال سلمى تتقول في خروجها الاعلامي امام الصحافه، تتقول ان اختها سلمى هي اللي متضرره في هذه القضيه وجات للمستشفى باش يديروا ليها شهاده طبيه، صدقات حابسينها باش يستمعوا ليها. اذا اختها تقول ان سلمى مورا ما كلات داك الدجاج وقع ليها واحد التسمم ومرضات بزاف، بحيث انه جاها الاسهال ونض ليها الحبوب في الفم ديالها وجات للمستشفى باش تلقى العلاجات ودير شهاده طبيه. اذا به منين مشات المستشفى ما بغاوش يعالجوها وحبسوها لداخل وكيحسوا فيها بانها هي اللي خلقت المشكل وان مول السناك هو الضحيه. وكثر من هذا الشيء قالوا ليها في السبيطار ما عندك والو وما عليكش اعراض التسمم، وما بغاو لا يعالجوها ولا يسلموها شهاده طبيه. من بعد غادي يتم اقتياد سلمى للدائره الامنيه باش يستمعوا للاقوال ديالها، في حين تتقول الاخت ديال سلمى ان مول السناك ما استدعاوش وما استمعوش ليه بخصوص الفيديو ديال الاكل اللي كيقدم للناس فيه الدود، ولكن داروا ليه اغلاق مؤقت للمطعم فقط. والاكثر من هذا الشيء داخل الدائره الامنيه خداو لسلمى التليفون ديالها ومنعوها انها تواصل او لا تهضر مع عائلتها. علاش هذا الشيء فالله اعلم، واش السيده مرتكبه جريمه او انها ضحيه في هذه القضيه. من بعد سلمى غادا تصاب بواحد الانهيار عصبي داخل الدائره الامنيه وغادا تفقد الوعي ديالها، وهنا غاديين يجيبوا سياره الاسعاف اللي غادا تنقلها مباشرة للمستعجلات لأنها كانت في حالة صحية كارثية بسبب التسمم الغذائي اللي وقع لها. فسلمى كتقول اختها كتغوت ربي اللي خلقها في المستعجلات بسبب الوجع اللي في كرشها، ولكن مانعين الأسرة أنهم يدخلوا يطمئنوا عليها. وهنا اختها كتطالب باش تنقلها لمصحة خاصة باش تلقى العلاجات الضرورية، ولكن رفضوا أنهم يخرجوها وخلاو معها 4 ديال الرجال الأمن حارسينها لا تمشي تهرب. دابا هاد البنت ضرباتها النفس وبغات توضع شكايه بمول السناك باش المغاربه الاخرين ما يوقعش ليهم بحالها. صدقات دابا محتجزه وحالتها النفسيه صعيبه بزاف، وهذا الشيء كيعني حاجه وحده هي ان الانسان ياكل الدود ويسكت وما يهضرش على حقه باش ما يوقعوش ليه المشاكل. هنا الاخت ديال سلمى كتصرح بلسانها ان مول السناك كيتعنى بالنفوذ وكيحاول انه يسد الملف باي طريقه ويقلب القضية ضد سلمى ويسبي فيها أنها غير كذبات عليه في الفيديو وتعمدات تدير ضجة من والو. وأنا كنشوف من جهتي أن هادشي ما خصوش يكون،
فعلا حنا المغاربه راه كنعانيو من هاد المعضله ديال الاكل في المطاعم والسناكات. اولا واهم حاجه النظافه ما كايناش بصفه نهائيه. شي خطره كتمشي لشي مطعم كبير ومعروف ومع ذلك النظافه قليله بزاف، حتى من الحمامات اعزكم الله كتخلع. يعني المطعم من برا كتشوف الزواق والجاج وكل شيء كيبري، ولكن ملي كتدخل الداخل اعزكم الله غير كتبغي تغسل يديك في الحمام فكتخلع من داك الوسخ وداك العفن اللي فيه. ثاني حاجه البلاصه فين كيجلسوا الزبائن، يا اما كتلقى الطابله مازال فيها البقايا ديال الاكل ديال اللي سبقوك او لا ما ممسوحاش مزيان. واهم حاجه هي الظروف والمكان اللي هو المطبخ فين كيتم طهي هذاك الاكل، كتلقاه في حاله كارثيه. ها الدبان، ها سراق الزيت، بعض المرات الفيران، والزيت باش يقليو قديمه كيقليو فيها وكيعاودو يقليو فيها، اولا اللي تيطيب كتلقاه داخل الطواليط وما غاسلش يديه وداز نيشان كيطيب وما كيديرش الليقات وما كيغطيش الشعر ديالو، وكتلقى الزغب بعض المرات في الاكل. فهاد الشيء راه كثير بزاف وجاري به العمل للاسف في بلادنا، رغم انه كيكونوا بعض المرات حملات ديال المراقبه. وشحال من مره كنسمعوا احتجاز واحد الكميه كبيره من اللحوم الفاسده او البطاطا الفاسده او الزيت القديمه، وحتى الظروف ديال تجميد اللحم ما كتكونش صحيه. داكشي علاش كينوض الدود في الدجاج او في اللحم. يقدر هادوك الناس كيشعلوا الثلاجه غير في الصباح وبالليل فاش يبغيو يسدوا كيطفيوها. هنا الاغلبيه ديال المحلات هادشي اللي كيديروا، كيطفيو الثلاجات في الليل باش زعما ما يضيعوش الضوء. هذا علاش هذاك الدجاج اولا داك اللحم ما كيبقاش في ديك درجه الحراره 24 ساعه على 24 ساعه، الشيء اللي كيخليه انه يتسمم وكينوض فيه الدود. فهاد الشيء راه كثير بزاف، وكتبقى حملات المراقبه قليله بزاف بالمقارنه مع العدد الكبير ديال المطاعم اللي كاينه في كل مدينه. راه اللي حفات ليه الجره دابا كينوض كيدير سناك، اللي ما عنده ما يدار كينوض كيدير مطعم او لا سناك ديال الوجبات السريعه، وكيبدا غير يخربق ويدفع العباد الله ياكلوا. داكشي كيكون معفن ما كيكونش نقي، الماكله مسخه ما طيباش مزيان، اللحم مجمدش في واحد الدرجه اللي مناسبه. يعني هادشي راه بزاف اخوتي، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. واش هاد صحاب المطاعم ما كيخافوش الله؟ واش هذاك اللحم الفاسد يقدروا هما ياكلوه او اللي يعطيوه لولادهم ياكلوه؟ راه كيما كتبغي الخير لراسك بغي حتى لدوك الناس اللي كيجيو ياكلوا عندك. النظافه ثم النظافه، النظافه من الايمان، والابتعاد على الغش وتجميد اللحوم في ظروف صحيه وفي بلاصه نقيه، وتمسحوا الثلاجه ولا الفريغو ساعه ساعه يتمسح، ماشي كتلقى داك الفريغو براسو زفر وكله دمايات ومعفن ومكونجلي فيه اللحم او لا الدجاج بلا بلاستيك بلا ميكات، يعني غير كيرميو وكيسدو. يعني هادشي راه مقرف وهادشي راه جاري به العمل. يعني هاد مالين السناكات واش يبغيو ياكلوا ولادهم ديك الماكله؟ اكيد ما غايبغيوش، ما غايرضاوش، لان عارفين داكشي راه معفن وفي حاله كارثيه فما غيعطيوش لولادهم. فويل لكل واحد كيتهاون بالصحه ديال خوه المسلم او لا كيتاجر بالصحه ديال خوه المسلم. راه الناس كتعطيكم فلوسها باش تاكل واحد الماكله نقيه، ماشي باش تاكل المرض او لا باش تاكل الزفوريه او لا الخنز. شوفوا غير شحال من مره سمعنا بحالات تسمم جماعيه واللي في كثير من الاحيان كتادي بوفاه المواطنين. والله تعيب وحرام هادشي، والله الا لعيب. هادو راه زعما يا حسره راه عرب ومسلمين. وكنشوفوا النصارى اللي كيعيبوا عليهم اللي كيقولوا عليهم كفار وما عندهمش هاد الشهاده. بالعكس النصارى كتلقاهم كيشتغلوا في ظروف جيده، كتلقى النقاوه، كتلقى كل شيء مقاد على حقه طريقه، كتلقى اللحم مجمد في واحد الدرجه معينه اللي هي ملائمه وما كيطفيوش الثلاجه عليه. يعني كيقدموا وجبات اللي هي تستحق ان تيلا دفعتي عليها الفلوس كتستحق انك تدفع عليها دوك الفلوس، يعني كتاكل وكتعرف شنو كتاكل. فالمشكل ان هذا الفيديو اللي نشرته سلمى هزاته قنوات فضائيه او لا اخباريه دوليه وكتكلم عليه وكتقول شوف المغاربه اشنو كياكلوا او لا شوف المغاربه اشنو لقاو في الماكله، وهذا بحد ذاته كارثه كبيره لانه كيمس بالصوره ديال بلادنا اللي معروفه كبلد عنده تاريخ عريق فن الطبخ والمأكولات الشهيره عالميا. وايضا هذا الشيء كيمس حتى بالسياحه.
دابا هاد الاجانب مني غيشوفوا هاد الفيديو شو غيقولوا؟ فهاد التسيب ديال بعض السناكات راه خاص يتوضع ليه حد، يا اما يخدموا بضمير ويقدموا للمستهلكين وجبات نظيفه وصالحه للاكل، او انه ما تعطر رخصه كاع لهاد الناس اللي ما كيستحقوهاش. خص مراقبه صارمه جدا مع هاد المطاعم ومع هاد السناكات من اجل محاربه ظاهره الغش في هاد القطاع الحساس، وخاص عقوبات قاسيه تفرض على اي واحد خرق القانون، يسدوا ليه المطعم بصفه نهائيه ماشي بصفه مؤقته. اللي حصلوه كيغش يسدوا لبابه المطعم باش يكون عبره لغيره، ماشي غير من ولا كينوض كيحل السناك وكيسميه حقه مطعم نقي وكذا وكذا. اذا هاد القضيه ديال سناك سطات ذكرتني بطاجين الدود اللي تا هو انتشر السنه اللي فاتت بشلالات اوزود. تا هو واحد الزوجين اللي تحط لهم واحد الطاجين ديال الدجاج عاوتاني كله دود، وانتشر الفيديو كان تسد داك المطعم وتحكم مولاه بالسجن، ومع ذلك الاخرين ما خداوش العبره. وحتى هاد المره كنتمنى ان مول هاد السناك ديال سطات اللي هو مشهور ومعروف اللي كياكلوا فيه الناس بزاف يسدوه في مره، ماشي يسدوه مؤقتا. مولاه كيخصو انه يتعاقب على اللامسؤوليه ديالو، على التسيب والعفن اللي كيعطي العباد الله ياكلوه. حسبي الله ونعم الوكيل. اذا الى هنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو، شكرا لكم، الى اللقاء.